Salut, أنا أناستاسيا وبهذا الفيديو حنشرح ثلاثيام بارتي لشابتر الأنسامبل. حنتعلم كيف منكتب أنسامبل أن إكستانسيون أن كومبريانسيون. بس قبل هيك خلينا نتعرف شو هن التيب دو نومبر. لما نقول تيب دو نومبر يعني الأن والزاد والكيو، هودي ديجا أخدينهم بصف البروفي بس رح نرجع نعيدهم. بس نقول الأن يعني entier naturel، كل شيء اسمه entier يعني رقم ما في فيركول. كرمال هيك رقم ما في فيركول يعني رح يكون 1 2 3 شو ما كان، بس كلمة naturel بتعني انه هيدا لازم يكون positif. فالـ entier naturel sont les nombres sans virgule mais qui sont positifs. ok، هحط 3 points jusqu'à plus l'infini. الZ هي entier relatif. lorsqu'on dit entier relatif يعني نفس الentier naturel هنزيتهم، بس كمان أنا بقدر ضيف عليهم الentier اللي هن كمان نيجاتيف، يعني فينا نزيد عليهم قصص موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 موان 6. اوكي، الكو سا ريبريزونت لي نومبر اللي هن النومبر راسيونال. لما نقول نومبر راسيونال يعني رقم مع فيرجول، او حتى كتفسير هو رقم بينكتب سو فورم دون فراكسيون. بس اكيد هذا الجواب اللي له حيطلع مع فيرجول، بس كيف بنعرف انه هذا هو نومبر راسيونال؟ بحال كانت البارتي ديسيمال اللي له ليميتين، يعني مثلا هيدا 1.2 بعد الفيرجول في عندي برقم 1، يعني هيدا نومبر راسيونال. باخذ انتر اكزامبل 21.456، لانه البارتي ديسيمال اللي له مؤلفه من 3 ارقام يعني انا بقدر عدهم، alors c'est un nombre rationnel. إذا أخذت an example مثلا 1.3333، أوكي هالبارتي الديسيمال اللي لقاله elle est illimitée بس elle est périodique، يعني أنا هيدي في اكتبها 1.3 بار، يعني بحال قدرت كتبتها على شكل بار alors كمان هيدي اسمها نومبر راسيونال. نرجع نتذكر ليش، لأنه كل شيء بار بينقسم على 999 على 999 إلى آخره. يعني المهم أن نومبر إدي راسيونال إذا في فيرجول أوكي، بس على شرط إنه هذا الرقم اللي بعد الفيرجول يكون محدود، أو إنه إذا كان غير محدود يكونوا كل الأرقام مثل بعض. هأخذ أنوتر إكزامبل عن نومبر دون لا بارتي ديسيمال إي بيريوديك، مثلا 45 45 45، حتى ولو في رقمين عم يتكرروا أنا في يكتبها هيدي 2.45 بار، وكل شيء بينكتب بار هو نومبر راسيونال. هلأ عكس النومبر راسيونال هو نومبر إيراسيونال. نومبر إيراسيونال يعني هذا رقم ما بيخلص بعد الفرجول، والبارتي ديسيمال اللي لقاله اللي إليميتي اي نون بيريوديك. رح أعطي إكزامبل ونوتاسيون لقاله كو بار. مثلا إذا قلنا 1.2 3 5 7 9 1 4 7 إلى آخره، هذا رقم البارتي ديسيمال اللي لقاله اللي إليميتي ما بتخلص، وبنفس الوقت منهم مثل بعض ما بقدر حطه بار، ألور هذا إتا نومبر إيراسيونال. النومبر إيراسيونال بأغلب الحالات بيكونوا اللي فيهم راديكال. غير هيك في عنا لنومبر ريال، بس نقول نومبر ريال يعني سا ريبريزونت تو لي نومبر، يعني كل هودي الفوقانيات اللي فيهم انتيه ريلاتيف وناتورال بوزيتيف ونيجاتيف، وحتى اللي فيهم فيرجول وشو ما كان الرقم بعد الفيرجول اذا كان ليميتي ليميتي او حتى بيريوديك، فانا رح اكتب سا ريبريزونت تو لي نومبر. هلا في بعض النوتاسيون اللي بنشوفهم بشابتر الانسامبل رح نفسر شو هن. حيالله شي بار مثلا اتوال، حيالله شي محطوط له اتوال، يعني هيدا كل شي موجود بالأ صف زيرو. اوكي، يعني مثلا اذا نحن بشي اكزرسيس شفنا ان اتوال، يعني كل الانتيه ناتورال ك
اللون صف زيرو. اوكي يعني ما فينا ناخد زيرو. وين ما نشوف اطوال على حيالة واحدة من هودي يعني الزيرو ممنوع نكتبها. اوكي او اذا شفنا مثلا r plus او r moins حيالة شيء محطت له plus او moins. r plus يعني كل الارقام البوزيتيف لنوب الريال بوزيتيف. اوكي ونفس الشيء بالنسبة للr moins. R- يعني لنمبر ريال نيجاتيف. كمان في شغلة بدي زيدها هون بالنسبة للكيو نمبر راسيونال. النمبر راسيونال كمان في يقول انه مثلا 2 اتا نمبر راسيونال حتى ولو ما فيها فيرجول، بس انا بقدر اكتبها 2.0. يعني كمان بنقدر نزيد شغلة انه الانتيه كمان يعدوا لنمبر راسيونال. بهيدي البارتي رح ناخد شو يعني اكريتور ان اكستنسيون، شو في فرق بين اكريتور ان كومبريانسيون اكريتور ان اكستنسيون. بس نقول اكريتور ان كومبريانسيون يعني نحن كيف بنفهم هذا الشيء، اما ان اكستنسيون يعني بدي اكتب كل الاجوبه اللي معقول تزبط. فرح اعطي اكزامبل، مثلا اذا نحن شايفين انسامبل في 2, 4, 6, 8. اوكي؟ هاي لأني كاتبة كل الأجوبة اسمها إكريتور أن إكستنسيون. أما إذا أنا بدي أكتبها أن كومبريانسيون، يعني أنا شو فهماني من هودي؟ هودي سا ريبريزونت في يقول لي نومبر كي سون بار، وفيه كمان قول لي ملتيبل دو دو. اوكي؟ فبيزبطوا اثنيناتهم، بس على شرط بدي حددهم بين شو وشو. إذا قلت أنا بس لنمبر بير يعني في يزيد عليهم 10 و12 و14 أرقام كتيرة. فكرمل هيك هودي ان كومبريانسيون هلا بنرجع نشوفها سا ريبريزونت لنمبر بير بس على شرط كي سون انتر مثلا 1 انف. وهلا بنشوف كيف نكتب البلو بوتي والبلو جران اذا بنحط او ايجال اي ولا لا. اوكي فهلا لنرجع لهيدي البارتي. هذه هي إكريتور أن إكستنسيون. أنا حكون كتبتهم بالأول أن كومبريانسيون، يعني مثلا هيك X appartenant à N، يعني الأجوبة اللي لازم يطلعوا عندي لازم يكونوا عبارة عن أنتيه ناتوريل، يعني ما لازم يكون فيهم فيرجول، لازم يكونوا بوزيتيف تقبل فيهم. تل كو مثلا X plus 1 فاكتور X moins 2 إتيغال à 0. فأنا إذا بتطلع على الأنسامبل A هو في شرطين. أول شرط إنه الـ X أو الجواب اللي لازم يطلع عندي لازم يكون أنتيه بلا فيرجول وبوزيتيف. وتاني شرط إنه هو لازم يكون السوليسيون لهيدي الإكواسيون. فاللي رح أعمله رح حل هيدي الإكواسيون والأجوبة اللي حيطلعوا حشوف إذا هن أكسبتابل أو إنه سون با أكسبتابل أرجوتي. أنا بقول acceptable إذا لقيتهم بالN وبقول rejected إذا ما كانوا بالN. فرح نحلهم. لكن عندي x plus 1 فاكتور x moins 2 إيجال à 0. Je dois résoudre cette équation. مثل ما بنعرف إنه إذا كانت الفارم اللي إلها فاكتوريزي بقول يا هاي 0 أو هاي 0. يعني x plus 1 إيجال 0 و x moins 2 إيجال à 0. أول جواب رح يعطيني moins 1 وتاني جواب رح يعطيني 2. اوكي انا خلصت هذا البارت وطلع لي جوابين لموا او دو. هلا بدي اجي للشرط الاساسي لاقدر اقبل هذا الجواب لازم يكون موجود بالان. ليكون موجود بالان لازم يكون انتيه بوزيتيف. فهيدا هو انتيه نيجاتيف، يعني لو حاطين زاد كنا قبلنا هذا الجواب. هذا هو انتيه نيجاتيف فهيدا اروجوتي. اما هيدا هو انتيه بوزيتيف فهيدا هو acceptable. كرمل هيك الجواب اللي زبط هو 2 فمنكتب انه الجواب اللي زبط هو 2. مثلا لو كنا عم نحل نفس الاكزامبل بس x appartient à z. اوكي تنشوف شو كان تغير. كنا حلينا هيدي الاكواسيون الاجوبة اللي طلعوا معنا كمان كانوا رح يطلعوا moins 1 و 2 بس
اثنيناتهم اكسبتابل لسبب انه هيدا ابارتيان ازاد وهيدا ابارتيان ازاد. كرمال هيك هون بالجواب بنصير نكتب انه الموان كمان بنقدر نحطها لانه الشرط هو اكس ابارتيان ازاد. اوكي كمان في كذا اكزامبل مثل هودي. لنفترض سي ات ايغال انسامبل دي اكس ابارتنون ا ان تل كو لنقول x est entre 2 et 4. هون لنشوف شو الفرق بين هودي اذا نطلع منه محطوط على ال2 و ايغال على ال4 محطوط و ايغال. يعني اذا انا بدي افسرها je dois écrire tous les entiers qui sont positifs على شرط انه يكون كتبتهم بين 2 وال4. بين 2 وال4 ال2 ممنوع اكتبها، ال4 مفروض علي اكتبها لسبب انه على ال2 مش حاطين وايجال، اما على ال4 حاطين وايجال. يعني je dois écrire tous les nombres entre 2 et 4 sans écrire 2 ومع ال4، فرح يطلعوا هون بار اوردر بس يكونوا كاتبين بين هاي وهاي. يعني بدي اكتب كل شيء بالتسلسل. قلنا 2 ما بحق اللي اكتبها لانه مش محطوط وايجال، فرح نكتب 3 et 4. لو كانت هي ذاتها بس محطوط وايجال على ال2 وايجال على ال4، يعني انا بدي اكتب ال2 وال3 وال4. هون صار بحق لي اكتب كل شيء. لو كانت هيك يعني بس بحق لي اكتب ال3.